وتقترب من المنطقة موجة باردة قادمة من قبرص، من المتوقع أن تبدأ بالتأثير على المملكة مساء الغد، ويستمر الطقس بارداً مع احتمالية تساقط الأمطار على المناطق الجبلية. أما عن درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة، أي خلصنا من موجة، إجت أختها. أي بعدين مع هالشغلة؟ خير، الشتاء خير يا أبو سليم، أي شكر ربك. يرحمكم الله، هذا أنت مرشح. بلش الخير والعزف المنفرد على الأنف. شكله ابنك هذا راح يشطب العيلة. أقول لك روح على غرفتك وأنا بجيب لك الشاي هناك. يلا يا حبيبي. طبعا يا عمي، ما هو اللي داير في الشتاء يتصرمح مع أصحابه بصير معاه هيك. أي مالك على الولد يا أبو سليم، كل الناس بترشح الأيام. الناس بترشح غصب عنها، بس هو بيرشح بخاطره. يابا الله يرضى عليك، لا تنسانا من المسجات. ولع الدوري، هاي أول مسج وصل. الرشح أو الزكام من أكثر أمراض الشتاء شيوعاً، يسببهما فيروس. من أعراضهما العطس وسيلان الأنف. ينصح بتناول المشروبات الدافئة والراحة لمقاومة المرض، وتجنب ملامسة الغير أو استخدام أدواتهم لتجنب العدوى. المضادات الحيوية لا تؤثر على الفيروسات، وينصح بعدم استعمالها لعلاج الرشح.